صباح الخير، تعالوا بقى واحنا ماشيين كده نتكلم عن السنن المهجور. انا كنت رايحة مشوار فقلت اتصور واتكلم معاكم. اول سنة ان انت تبقى ماشي حافي في شقتك، الاكل بتلت صوابع، لما نقوم كده نمسح اثر النوم بايدين. فاكرين لما كان ابونا وامنا يصحوا كده تلاقي الاب قايم يصلي الفجر تلاقيه ايه بيمسح وشه كده من النوم، من أثر النوم. كمان صلاة التوبة الركعتين بعد الذنب وتغطية الإناء في الليل، السواك اللي ما بقاش موجود في البيت، إنك تستأذن 3 مرات قبل ما تخش وما تتعداش على حد، إنك تصلي ركعتين وإنت خارج من بيتك، ولما تدخل بيتك تصلي ركعتين تحمد ربنا إنك رجعت، إنك تردد خلف المؤذن وتسلم على الأطفال الصغيرين، أذكار الصعود تكبير، أما أذكار النزول تسبيح، إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تشرب المية 3 مرات وإنت قاعد، وإنت بتشرب تكون قاعد. لما يجيلك وسواس في الصلاة تدخل على يسارك 3 مرات قبل ما تدخل تنام، تتوضأ، ابتسامتك في وجه أخيه المسلم، الصلاة في النعال يعني تصلي في الساحات، تقولش ما ارجع البيت، لا ممكن يبقى معاك مصليتك، يكون معاك مصليتك ولما يجي ميعاد الصلاة تصلي في أي مكان، ما انت هتكون عارف مكان القبلة، ولو مش عارف هتسأل. وما تنساش اللي يهتم بيك وانت، ما تنساش اللي يهتم بيك وانت صغير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لو حضر الموت بشر برضوان الله وكرمه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والرسول كمان عليه الصلاة والسلام قال مظالم الناس ما بتسكتش بالعمرة والصيام والزكاة، خذوا حذركم ورجعوا، رجعوا حق الناس ليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو سجدتم، إذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني بص للسماء، وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل بي. إن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين، فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. يا ريت لايك للفيديو، واللي مش مشترك في قناتنا يشترك.